ليش عم شوف هلا هي دور بالايدين يعني تصور هيدي شقفه معدني كلها سوا هيدي كانت بالايد تصور كجراحين عظم بس نعمل عمليه عارفينها بالبوق شو بنسترزق بس هون ما كنا يعني ما عندك حاله مثل التاني بالنسبه لاصابات الايدين بس انتبهنا على شغله اكثر شيء عم يوصلوا الحالات يلي فيهم بتر بالاصبع الثالث والرابع احنا قد ما فينا عم نجرب نحافظ اول شيء على الشريان على العصب وتاني شيء عم نجرب اول مرحله نقدر نسكر عليهم تتفادى الالتهابات باول مرحله بس اكيد في كثير عندهم بتر يعني بعد في اكيد كل مريض عمل عمليه رح يتكمل عمليتين وثلاثه واربعه عندنا 8 غرف عمليه 8 غرف عمليات كانوا عم يشتغلوا كلهم سوا يعني كان عندنا صراحه ما عاد في عندهم يعني اشتغلنا كثير الثلاثه اكثر نهار اشتغلنا في الثلاثه بينا للساعة حوالي 2:30 يعني شيء ضد الانسانيه شو اكثر من هيك يعني انا ماني يعني نحن كاطباء ايش ما بنتصور انه في عالم تقدر توصل لهالدرجه من الوحشه يعني من الوحشنة من البربرية بتسميها كلها سوا يعني قديه شايفين قديه عاملين بس بالنسبة لنا يعني متفاجأ فيها كلها سوا.